عايز تعمل فورمه بس ما عندكش وقت تروح الجيم، او بتنزل الجيم بس جاتلك سفريه هتخليك توقف تمرين، او عندك اي ظروف تانية مش هتخليك تظبط الفورمه. وادام انت بتتفرج على انفورما فانفورما مش هيسيبك واكيد عنده حل. والنهارده جايب لكم تمرينه للجسم كله ممكن تلعبها في البيت اكنك في الجيم بالظبط، وكل اللي هنحتاجه ريزيستنس باند زي دي. فكفايه كلام اول حد كده ويلا بينا نتمرن. نسيت، جاهزين؟ يلا بينا. Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out.
got me falling in more times than I can get out. دي كانت تمرينة فول بودي للجسم كله، ممكن تتمرنها في البيت او انت مسافر. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، ولو عايزين تمارين زي دي اكتبولي في الكومنتات تحت، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات عشان تشوف الحلقات الجاية من انفورما، وفولو على الانستجرام ولايك على الفيسبوك، ولو عايز تشترك معايا في التدريب اونلاين خش على انفورما180.com، سايب لك اللينك برضو في الديسكريبشن. سلام.